عاجل التعليم، هؤلاء الطلاب محرومون من دخول امتحان نهاية العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد من قناة ترند. لو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. انتهت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول اللي هي المؤجلة، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت والحد على حسب وقت بداية الأسبوع الدراسي في كل إدارة تعليمية. ففي مدارس بتبتدي السبت، في مدارس بتبتدي يوم الحد، ده وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وده حسب الترتيب اللي أعلنته الوزارة قبل كده إن هيبدأ الطلاب في دراسة منهج مارس بعد ثم يتم بعد كده اختبارهم عليه، ثم يدرسون منهج ابريل ويجرون او يعني يتم الاختبار برضو عليه ايضا، وايضا شهر مايو نفس الحكايه نفس النظام. في شهر مايو الاول هيدرسوا منهج مايو وبعدين يتم الاختبار عليه. وبيختلف الأمر بالنسبة للشهادة الإعدادية. طلاب الشهادة الإعدادية هيكون التقييم ليهم على منهج الترم الثاني مجمع في نهاية العام الدراسي، وبالأدق هيكون موعد امتحانهم في بداية شهر مايو، يعني أول شهر 5 اللي جاي إن شاء الله. وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن إجراء الطالب للامتحان المجمع الخاص بالترم الأول شرط أساسي لدخول امتحان الترم الثاني، وده رغم كونه لا يضاف لمجموع العام الدراسي. وأيضا الطلاب الذين لم يؤدوا امتحان الشهادة الإعدادية المجمع الخاص بالترم الأول أو قاموا بتأديته لكنهم لم يجتازوه، يعني بالنسبة للطلاب برضو اللي هم ما أدوش امتحان الشهادة الإعدادية المجمع الخاص بالترم الأول أو قاموا بتأدية الامتحانات بس ما نجحوش فيه أو لم يتجاوزوه، فهم برضو فهم محرومون من دخول امتحان الترم الثاني إلا إذا خضعوا لامتحان تكميلي في منهج الفصل الدراسي الأول قبل الاختبار النهائي. والجدير بالذكر إن امتحان نهاية العام سيكون بمجموع درجات يتم من خلالها إجراء تنسيق الثانوي العام. هقول لك تاني الحته دي، الجدير بذكر ان امتحان نهايه العام هيكون بمجموع درجات يتم من خلالها اجراء تنسيق الثانوي العام، وربنا يوفق جميع الطلب والطلبات يا رب ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو لو عجبكم دعموني بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات واشتركوا في القناه للي ما اشتركش قبل كده حتى ياتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.